اقفل الجزئيه دي. احنا قلنا امس، قلت له بس اطبع الامس لان هي برنت امس، كان بيجي لها امس اصلا. طب هو اصلا فين انا بنادلها؟ المفروض اروح على بنادلها فين اصلا؟ انا بنادي على برنت امس فين؟ اهي كنت بنادي على جيت امبلي، يعني بيجيب لي امبلي واحد صح؟ وبالتالي لما كنت بقول له برنت امس خلاص احنا عندنا جيت امبلي بتجيب لي امبلي واحد، وعندي جيت امبليز بتجيب لي مجموعه من الامبليز، وبالتالي دي بتجيب لي 1 امبلي خلاص. وبالتالي انا لما اجي هنا على برنت مش هتجي لي كاري، مش هينفع تجي لي كاري من غير ما ابص، يعني مش نافع ان انا اعمل عليها لوب واعمل الكلام ده كله، لان هي بتجيب لي 1 امبلي يعني. فانا باختصار عشان ما اضيعش وقت، هي واضح الكلام ان هي امبلي واحد، وبالتالي انا هخليها بس امب بس، لان انا عارف ان جاي لي 1 امب اصلا، مش جاي لي اكتر من كده. فانا رجعتها لاصلها ان هي 1 امب بس. وتعالى ايه ده كان الديليت صح؟ ماشي الديليت، وهرجع هنا هقول له هجرب هجرب الكريت والديليت 1 1 1 3 ومثلا علي محمد تستر 20 تمام، قال ان هو ضاف تمام. هجرب الايديت طبعا، ليه بجرب الاد والايديت تاني والديليت؟ لان انا غيرت فانكشن اساسيه، فممكن تسمع في اي واحده من المفروض اجرب كله، اجرب ايه؟ اجرب كله مش بس حاجتين، لان ما عدلت في اصل فانكشن، فكل اللي بينادى عليه هيبدا يتاثر يعني. انتر البلاي اي دي، قلت له مثلا 1 1 1 3، قال لي محمد علي، قلت له ماشي تستر ماشي 21، خلينا بس نغير غيرنا السالري بس، قال لي ابديتد، قلت له ماشي هنا فايند على 1 1 1 3، قال لي بيانات اهو اللي هو اسمه علي محمد، قلت له صح. سيرش رقم 5، عايز ادور على ايه؟ قلت له علي محمد مو 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 واي حاجه بعد كده تجي لي. قال لي مفيش غير محمد طه ام او اتش واي حاجه، لكن علي محمد لا، علي محمد لا تمام يعني لو صح مظبوط. طب هو اللي بيجي على محمد يعني هقول كده او مايل له كده واقول له ام مو، لان عشان مش هو مش في الاول في محمد علي محمد. لما جينا مش هنا كده قال لي اه محمد طه جه عشان في الاول، وعلي محمد جه لان في النص ده صح. لسه تحت الموظفين 6، قال لي عندك فريد وعندك محمد طه وعندك علي، بس كله كده جرب فاضل لها الديليت، قلت له هات رقم 3 واحد 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 ثلاثة طبعا بياناته، وهو علي محمد تستر ثلاثة. لا انت متأكد انت عايز تحذفه ولا لا؟ لو قلت له نو يعدي الكلام مفيش أي مشكلة. طب نجرب تاني الديليت ونقول له بقى المرة دي اوكي، واحد 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 ثلاثة يس ويس. قال لي ان هو ديليت سكسسفل، قلت له بس وريني الليستة رقم 6، قام جاب لي الليستة بتاعت مفيش غير فريد صابر ومحمد طه. كده هيكون جربنا كل الايه؟ كل العمليات اللي احنا طبعا المفروض ان احنا بنفكر ان الكود ده بيتكلم القرار ممكن الخاصه كتير سواء في الاكزام بالنيه ولا في الاورينت داتا بيس، بس يعني العمليه الفكره واضحه يعني برمجيا بقى اللي عنده برمجه عاديه واللي احنا ولو في ريفاكتور كنا عامله قبل كده هتقدر تمشي حالك مفيش فيها مشكله ان شاء الله.